هدر هذا هيم هذا هذا هيم هذا هدر وغزتنا في خطر وغزتنا في خطر يريد شحاب فلسطين الشعب يريد أدوة الشعب وفينا نقف اليوم مجددا في إطار استمرار الفعاليات في الشعب المغربي الداعمة للمقاومة الفلسطينية الداعمة لصمود هذا الشعب الفلسطيني البطولي الصامد الأسطوري تحت آلة العدوان الصهيونية الأمريكية البريطانية الغربية في إطار هذا العدوان الجماعي. نحن لسنا إزاء حرب إسرائيلية فقط، نحن إزاء حرب عالمية ضد قطاع غزة. هذا القطاع الصامد الذي صمد طيلة 17 سنة من الحصار والذي أبى إلا أن ينتفض في معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر ضد كل مؤامرات الدولية والإقليمية وحتى بعض العرب الرسميين الذين انبطحوا وخانوا وباعوا قضية فلسطين المقابلة بعض المزايا المتوهمة من التطبيع مع العدو الصهيوني. أبى قطاع غزة وكل شعب فلسطين والضفة أيضا التي اليوم تقريبا أكثر من 270 شهيدا فقط في هذه المرحلة في 60 يوم الماضية من طوفان الأقصى. نقول من هذه المعركة قد جعلت نقطة تحول كبيرة واستراتيجية في تاريخ الصراع على المستوى الفلسطيني وعلى مستوى كل منطقة. نحن اليوم سمعنا في الأخبار اليوم فقط بأنه الطائرة رقم 200 التي تنقل العتاد والقنابل والذخيرة إلى العدو الصهيوني من أمريكا ناهيك عن باقي الدول الغربية. أمريكا فقط 200 طائرة نتاسى على الأنظمة العربية والإسلامية التي اجتمعت بعد 40 يوما من العدوان في المرحلة الأولى قبل الهدنة المزعومة وقالوا تقديم المساعدات والدواء وكسر الحصار. أينكم اليوم؟ أمريكا دفعت 200 طيارة من الأسلحة أدوات القتل. طيب الحكام العرب الذين صدعوا أذاننا بأن فلسطين قضية مركزية وبأن هناك اتفاق الدفاع المشترك والقمة الأخيرة بين قوسين قالت كسر الحصار وتقليل المساعدات، أين هي المساعدات اليوم؟ الشعب الفلسطيني والمستشفيات كلها مدمرة وتحتاج إلى الدعم والوقود والمحروقات والماء والكهرباء. حكام العرب أنتم اليوم فقدتم آخر أوراق توتكم وأنتم جزء من العدوان على قطاع غزة ودماء الأطفال وأشلاء الأطفال مضمخة ملوثة بها أيديكم وشعوبكم باتت تعرف من هو العدو ومن هو الصديق ومن هو الحقيقي الذي يناضل في الميدان. إنها المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها وكتابها، إنه الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة في المغرب وغير المغرب التي تقف يوميا وتخرج يوميا في المسيرات. لكن حكام العرب والمسلمين جعلوا مقاعدهم وكراسيهم مرهونة بالخوف من الغضب الأمريكي عن تقديم حتى الدواء والمحروقات إلى مستشفيات قطاع غزة. لكنها ساعت الحقيقة، والآن بعد 7 أكتوبر لن يكون مطلقا كما قبله. 300 سنة الماضية من وعد بلفور وإلى اليوم 7 أكتوبر سجل نقطة تحول كبرى، الموعد مع تحرير الشعب الفلسطيني من الاستعمار وتحرير الشعوب من الاستبداد العميل المطبع الراكع لأمريكا الخادم لمصالحه على حسب مصالح الشعوب. لا تنمية، لا ديمقراطية، لا كرامة، لا وقوف وجه الصهيونية ولا شيء. يستمر القصف على إخواننا في غزة وتستمر معه حرب الإبادة الجماعية، الحرب الهمجية، الحرب الوحشية ضد إخواننا في غزة. مع كل هذا تستمر أيضا حرب التجويع، حرب الحصار على الدواء وعلى الغداء وعلى كل مقومات الحياة داخل غزة. مع كل هذا تستمر المقاومة الباسلة في تكبيد العدو مختلف أنواع الخسارات، ومع كل هذا يستمر دعم الشعب المغربي للمقاومة ودعم الشعب المغربي للشعب الفلسطيني. فمن هنا من أرض الرباط إلى أرض غزة نقول لإخواننا نحن معكم، قلوبنا معكم، دعاؤنا معكم. نقول للعالم بأجمعه أنه قد انفضحت حقوق الإنسان التي لطالما أعطى فيها الغرب الدروس. اليوم العالم يقف مشهودا مصدوما أمام ما يقع في غزة تحت طائلة وتحت الصمت العربي الذي لحد الآن بصمته وصوته والخذلان. إذن مع كل هذا يستمر الشعب المغربي في مساندة إخوانه في غزة في قلب واحد. نقول أننا معكم وبقلب واحد نقول أننا ضد التطبيع في بلادنا. أظن على أن بالموازاة مع الدم الفلسطيني المراق يعني في غزة وفي كافة المدن الفلسطينية، اليوم هذا الطوفان
يعني طوفان الأقصى تحول إلى طوفان حقيقي داخل المغرب من خلال هذه المسيرات، من خلال هذه الديناميات، هذه الفعاليات، هذه الوقفات التي تؤكد على أن فعلا الشعب المغربي قال كلمته في 15 أكتوبر من خلال رفضه لمسلسل التطبيع، من خلال رفضه لمسار التطبيع، من خلال مطالبته بإسقاط وإلغاء كل الاتفاقيات المرتبطة بالكيان الصهيوني. اليوم الكيان الصهيوني هو علامة استفهام خارج الضمير الإنساني، خارج القوانين الدولية، خارج الأعراف الدولية، خارج حتى قواعد الاشتباك يعني المتداولة دوليا. هذا الكيان يعني الغاصب المحتل المجرم اليوم أصبح يعني يعربد في فلسطين ويقتل الأطفال والخدجة والرضعة والنساء والشيوخ، ويعني ويهدم المساجد ويهدم الكنائس ويهدم المخابز ويهدم المستشفيات. أظن على أن هزيمته في 7 أكتوبر هي هزيمة قاسية بالنسبة للكيان الصهيوني، هي هزيمة هزت أركان هذا الكيان الغاصب والمحتل والذي لن يطول لأنه كيان مؤقت، وبالتالي إمعانه في قتل الشعب الفلسطيني، في قيادة يعني حملة تطهير يعني وإبادة جماعية بتغطية أمريكية وبمال وسلاح وتخطيط يعني وكذلك خبرة أمريكية وغربية، فأظن أن مآله إلى الفشل. وبالتالي اليوم المعركة هي ليس فقط معركة تحرير القدس وتحرير عموم فلسطين، ولكن أيضا هي تحرير المغرب من أجندة الصهيونية ومن أجندة التطبيع. وإن شاء الله الشعب المغربي سيبقى صامدا يعني في كل الديناميات والفعاليات المرتبطة بإسناد المقاومة وبتوفير هذه الحاضنة الشعبية للفعل المقاوم بفلسطين، ويوازيه فعل مقاوم آخر مرتبط بإسقاط كما قلت كل مسلسل تطبيع. عدنا إلى هذا الموقف وإلى هذه الوقفة بعدما كنا استبشرنا خيرا بما اسموه يعني بالهدنة، هذه الهدنة التي ظننا أنه سيتحقق منها خير للفلسطينيين للغزاويين خاصة، ولكن التي جاءت مخيبة لكل الظنون على عهد الصهاينة الغادرين، فلم تدخل المساعدات التي كانت مرجوة بالعدد الكافي إلى غزة ولا إلى فلسطين، لم يتوقف القتل وتم القصف وتم القمص على أبواب المستشفيات في غزة، والذي تحقق هو ما أراده العدو الصهيوني، إعادة تموقع جيوشه وإخراجها من المواقع التي تكبت فيها الخسائر بالأرواح والخسائر بالعتاد، وتحرير بعض الرهائن لدى المقاومة، وحاولوا أن ينقصوا من الضغط الشعوب في كل شوارع عواصم العالم بأسره، لكن الشعوب استيقظت هذه المرة، ولذلك احنا نعود إلى وقفتنا لنؤكد بأن هذا الذي جرى لن ينقص من دعمنا، لن ينقص من استعدادنا، لن ينقص من منسوب جاهزيتنا لنصرة إخواننا وللدود ولحماية مقدساتنا. وذلك خرجنا مرة أخرى مع المغاربة لنؤكد على أننا مع المقاومة وخلف المقاومة، ندعمها بكل ما أوتينا من جهد، وأننا ضد هؤلاء الصهاينة المعتدين، بل نطلب توقيف التطبيع معهم، نرفض كل علاقة معهم ويسمونها مهما شاءوا، لا نقبل أن يكون لبلدنا أدنى علاقة مع هذا العدو، هذا القاتل، هذا المجرم، هذا المدمر. وبه اليوم كمغاربة كأحرار من أبناء الشعب المغربي نعتبره أضعف إيمان أمام هول ما يحدث من مجازر، من إبادة ممنهجة للشعب الفلسطيني، من تقتيل ممنهج للأطفال وللنساء، من تدمير ممنهج للبيوت وللمخيمات وللأحياء وللمساكن. ما نقوم به هو أضعف إيمان، هو وقوف إلى جانب المظلومين، هو وقوف إلى جانب إخواننا أخواتنا أبناء شعبنا الفلسطيني. ما نعبر عنه هو أقل ما يمكن تجاه صمود هذا الشعب، تجاه هذه الجريمة النكراء التي يرتكبها الصهاينة الجبناء ومن يدعمهم، خاصة الإدارة الأمريكية التي نعتبرها مسؤولة ومساهمة ومشاركة في جريمة التقتيل الممنهج للأطفال وللنساء ولأبناء شعبنا الفلسطيني. ما نعبر عنه اليوم وأقل ما يمكن تجاه المقاومة الفلسطينية الصامدة التي تلقن الجيش الصهيوني يعني دروسا في الصمود وفي الشجاعة وفي البسالة وفي الدفاع عن القضية وعن الحق وعن الشعب.
ما نقوم به اليوم هو صرخة، نصرخ في وجه العالم، نصرخ في وجه دولنا العربية والإسلامية، نصرخ في وجه الدولة المغربية أن يتحركوا وأن يستفيقوا. تنسوش تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.